ومن دون رتوش، إنه يتحدث عن حالة سيئة. هو لا يتحدث هنا عن حالة مدح وعن حالة كمال، فيقول القائل إنه يمدح نفسه، إنه يتحدث عن حالة هي سيئة بالنسبة لنا على الأقل. هو لم يبين أنها سيئة أو حسنة، بل تساءل. وأنا أيضا أدفعكم أنتم أيها المنتظرون، أيتها المنتظرات، أن تتساءلوا، أن تدققوا. لا شأن لنا بالشخص، نحن ما عندنا مشكلة لا أنا ولا أنتم مع المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري، ما عندنا مشكلة مع الرجل. نحن ندرس ظاهرة من ظواهر تطبيقات المشروع الإبليسي في الواقع الشيعي، في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، على ألسنة مراجع الشيعة. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة، وكل ما أتمنى من المشاهدين أن يدققوا في كلماته التي تعلن بوضوح أنه في حالة تطبيق عملي للمشروع الإبليسي من دون قصد سيء، من دون أن يميز هذا الأمر مع الوثيقة. ما أدري أنت مو أنا، والله لا أفكر بأي شجرة، والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي ده هاي الجملة أقولها أمي. أنا قلتها يعني قبل ماكو أي، والله لا كاتب، عجبت روحه من 12 همات هنا نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطيع، قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي، قال لي ليه اليوم قلت ايش؟ وجه الولد اي نزلت من الدراج. لا مو هو بلي بلي بالاستوديو ما انت شيخ حسن قطيع لا بلي بلي فهو مني انزل مولاني يقعد كاملا يسمعني كاملا، هو يقعد جوا ويسمعوني عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مخاورات الإنجليزية والصلاعات بالوحيد فنزلت بالدراج، ما خلاني أطب للغرفة، قال لي تبني هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت، قلت والله ما أدري في وقتها أجل هذه الظاهرة مو أول ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت أروح حللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض مريض اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل العلمي انا بدي اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما التفت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو في شيء اخر ولا عن ان ما ابد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني مثلنا ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمدت على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيتك الله قلت له ليش سويتي؟ اخو انت وين تنوني الان وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له ما خطر على ذهني الهي ليش تسوي؟ قلت له يا لا والله ما أدخل في حالة من الألباب حتى أنه أقول كذا أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجر تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجر ولكن هاي النظرية ما يمكن وجود الشخصية اللي هو المتكلم فعل هو وراء إيش كده يصير بهذه الصفحة الجزء لا الكل مثلا هسه التصور العام انه السيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق دا اقولها يعني هسه الكل هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي انا ما معد له هذا ما تجارته ويعني نقول انه مسوء الادب انا
كنا نقول فيما بيننا بعض أن أحيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع أحسن يسويها ويطرحها ويطرحها أبدا واي أحمد مو شوي واي منان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم ما شيء بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنا قلت له أنت ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قاعد في الاستوديو قد يقول لي أقول له أقول أنت أنت طبعا من كنت أكثر ديفوي يقول بابا هذا لا شعور ما الذي يتحكم أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقولها ترضيها الفد واحد بيني وبين الله قراءة وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن أن تكون هذه هذا أقول ليش تدور أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حشيت اللي حشاي عندك ويا نفسي هاي أقول أقول على شنو حشيت شو التوفيق ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو ماذا تقولون هل هو تطبيق عملي واضح للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي أو لا ماذا تقولون أنتم هذه القضية أنتم أحكم